نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك محمد. أهلا بك محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان نحو عالم بلا فساد، تستضيف مصر لمدة 5 أيام بشرم الشيخ أعمال الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم. وانطلق المؤتمر بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن. وأكدت الأمم المتحدة أن مؤتمر شرم الشيخ سيضع جدول الأعمال الدوري لمكافحة الفساد في السنوات القادمة، إلى جانب دعم الجهود المبذولة في هذا المجال وجانب أيضا يتعلق بالتعافي بنزاهة من جائحة كورونا وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأكد مدبولي خلال كلمته أن مصر تبنت برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي، وهو ما أسهم في تراجع ممارسات الفساد. لذا تبنينا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية وخفض معدلات الدين العام، وقد أدى كل ذلك بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها إلى خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطن والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي بما يقلل من ممارسات الفساد. وخلال السنوات الماضية عملنا بجهد وجد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتي برنامج تكافل وكرامة باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة بشهادة المؤسسات الدولية في هذا المجال، والذي وصل عدد المستفيدين منه في عام 2021 إلى 3.8 مليون أسرة. وتأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس البرامج التي تهدف إلى تحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري ينتشرون في الريف المصري. وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي. ويعد الاهتمام بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة هو في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة في ظل الجمهورية الجديدة التي تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم. وللمزيد من المتابعة حول فعاليات المؤتمر تنضم إلينا موفدة أخبار مصر رغدة منير. مرحبا بك رغدة، يعني لو تضعين في تفاصيل ما دار اليوم خلال الجلسة الافتتاحية. مساء الخير محمد، وأرحب بحضراتكم من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ التي تستضيف الدورة 9 لمؤتمر الأمم المتحدة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هذه الدورة التي ترأسها مصر، يسعدنا أن يكون ضيف هذه الحوار أو هذه الفقرة معالي الوزيرة دكتورة هرة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. مساء الخير معالي الوزيرة، شكرا جزيلا على انضمام حضرتك إلينا. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. معالي الوزيرة، إلى أي مدى تمثل هذه الدورة دورة استثنائية كما وصفتها الأمم المتحدة، وأيضا ما الأهمية التي تشكلها رئاسة مصر للدورة 9 من الحدث الأبرز في مجال مكافحة الفساد؟ طبعا الدورة دي، هذه الدورة زي ما حكيت فضلت، هي دورة استثنائية لأنها بتتم في إطار ظروف العالم كله بيعاني منها من جائحة كوفيد 19، وهي أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة، أثرت طبعا على الجوانب الصحية وأثرت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أيضا. ففي وسط هذه الجائحة أن يتم انعقاد مؤتمر الدول الأطراف الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعني تحضر كل هذه الوفود أكثر من 152 دولة إلى مدينة السلام بشرم الشيخ، ورئاسة مصر لهذا المؤتمر، ده أيضا تتويج وتقدير للجهود اللي قامت بها مصر في مجال مكافحة الفساد والجهود التنموية اللي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية.
فهي بالفعل دورة استثنائية، وطبعا سعداء ان احنا مصر بتترأس هذه الدورة وبتعرض فيها كل الجهود اللي قامت بيها، سواء في طبعا الدستور المصري والنصوص الخاصة بالدستور الخاصة بمكافحة الفساد وبالنزاهة والشفافية، انشاء اكاديمية وطنية لمكافحة الفساد تقوم على التدريب والتأهيل الشباب وتقوم على البحوث المرتبطة بمكافحة الشباب، وأيضا يعني وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يعني تتولى التنسيق لها، وجهود الكبيرة بتقوم بها الهيئة الرقابة الإدارية في مصر. موضوعات مهمة بتركز عليها الدورة هذه الدورة، الدورة التاسعة، منها دور المرأة في تعزيز النزاهة والشفافية، مكافحة الفساد من خلال التعليم، والشباب أيضا فئة مهمة بتركز عليها هذه الدورة من خلال مناقشتها وجلستها. ماذا بشأن الجلسة اللي حضرتك إن شاء الله هتشارك فيها في هذه الدورة؟ طبعا زي ما حضرتك اتفضلتي في قضايا كثيرة جدا بيتم عرضها في المؤتمر، ودي فرصة برضو ان مصر يعني العالم كله بيشوف التجارب التنموية اللي مصر قامت بيها، وايضا بيتم تبادل الخبرات لانه جهود التنموية اللي تمت في مجال الرقمنة مثلا، تقديم الخدمات للمواطنين، احنا بنتكلم على استثمارات زادت في مصر 300% في مجال البنية المعلوماتية لوحدها، بالاضافة الى منصة مصر الرقمية، تقديم الخدمات النهاردة الرقمية في كل المجالات، ووجود عربات متنقلة أيضا في مجال تقديم الخدمات. بنتكلم على دور المرأة، وبنتكلم على العدالة المكانية ودورها في تقليل الفجوات على مستوى وتكافؤ الفرص وتوفير فرص عمل من خلال مبادرة تنموية زي حياة كريمة. بنتكلم على دور الشباب، وده الجلسة اللي أنا بتشرف أن أنا أشارك فيها، وهي دور الشباب في مجال التعريف بقواعد النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، لأن زي ما بنقول دايما الفساد ليس هو الفساد الكبير، الفساد بيبدأ كفساد صغير، بيبدأ بتقنين بعض الممارسات الغير سوية، ويبتدي الشباب والأطفال يتعودوا أن دي ممارسات غير سليمة، يتعودوا على أنها سليمة، أنها جزء من منظومة الحياتية بتاعتهم، وبالتالي يكبر الشاب أو الطفل يتعود أن ده شيء طبيعي. فتعليم الثقافة والفكر الخاص بالنزاهة والشفافية والأسس الخاصة بالحوكمة وتعزيز الشفافية دي موضوع مهم جدا، فاحنا بنتكلم على مبادرة مع الأمم المتحدة لنشر ثقافة المبادرة سفراء النزاهة والشفافية على مستوى المدارس وعلى مستوى الجامعات على مستوى مراكز الشباب على مستوى، فده بيتم التدريب وتأهيل الشباب على مستوى الجمهورية وأيضا للقارة الأفريقية في تعزيز الشفافية والحوكمة، ده من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن خلال معهد الحوكمة والتنمية المستدامة. طب معالي الوزيرة، إلى أي مدى مجموعة القوانين التي صدرت لتنظيم العمل داخل الجهاز الإداري للدولة كقانون الخدمة المدنية، قانون منع تضارب المصالح بين الموظفين الحكوميين، والذي أسهم بشكل كبير وقدمته الأمم المتحدة كإحدى مصر قدمت به مصر إحدى التجارب الرائدة في مجال مكافحة الفساد على مكافحة الفساد ومنعه منذ البداية؟ طبعا القوانين اللي مصر قامت بيها عدد كبير جدا من القوانين، ولكن طبعا من أهم القوانين كان قانون الخدمة المدنية، لأن ده عمل الحقيقة نقلة نوعية في ثقافة الموظف الحكومي. احنا بنتكلم على أكتر من ممارسة اتعود عليها الموظف وكانت جزء من منظومة الجهاز الإداري للدولة، فكان مهم جدا انه خطة الإصلاح الإداري للدولة تقوم أساسا على القانون. الحقيقة دايما بنقول القانون هو الفاونديشن، هو ليس كل شيء ولكن هو الأساس اللي يعني ترتكز عليه مجموعة أخرى من الأمور والمحاور، ولكن ما أقدرش أحط هذه المحاور من غير ما يكون عندي قاعدة قانونية برتكز إليها. فكان لابد أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية ليتوافق مع أحدث الممارسات الدولية. فإحنا بنتكلم النهاردة على طبعا نتكلم النهاردة على نظام الترقي من خلال المسابقات، نتكلم على منع تعيين الأقارب في الجهاز الإداري للدولة، بنتكلم النهاردة على أنه التقديرات النهاردة للموظف
النهاردة بتتم وفقا لما يطلق عليه شكل الجرس. يعني كان زمان كل الموظفين بيحصلوا على تقدير امتياز، النهاردة بقى المنظومة انه لابد ان يكون شكل الجرس ده ان اللي يحصل على امتياز ده فئة قليلة، ان فعلا اللي بيتميز احنا بني ادمين، اللي بيتميز طبيعي ان يكون شخص جيد، وهناك شخص يقوم جيد جدا، وهناك شخص متميز، وهناك شخص يستطيع محتاج الى تطوير، وده مش عيب، لان لو كلنا متميزين يعني ده مش الطبيعة البشرية. فكان هناك ايضا اللي هو منظومة التقديرات اللي كان زمان كل الناس تحصل على امتياز، وبالتالي مفيش ثواب وعقاب ومفيش تقدير لشخص محتاج الى تطوير. عندنا برامج تأهيل القدرات النهاردة، برامج كثيرة جدا لتأهيل القدرات وللتطوير. عندنا ايضا المنظومة الخاصة بالهياكل الادارية، بقى عندي النهاردة ادارات خاصة بوضع الاستراتيجية للمؤسسة، وبالتالي كل واحد في المؤسسة عارف هو دوره ايه، عارف ايه القيمة اللي هو بيضيفها في هذه المؤسسة، وبيساهم ازاي في وضع استراتيجية ووضع اهداف المؤسسة. بنتكلم على إدارة الموارد البشرية، النهاردة بيبقى فيها عندها ما يطلق عليه succession planning، يعني من سيخلف المدير في حالة الصف الثاني، ومن سيخلفه في حالة خروجه إلى المعاش، فيبقى فيه تأهيل للصف الثاني من القيادات إلى آخره. وطبعا إنشاء مجموعة من المؤسسات منها الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة، اللي النهاردة بقينا بندرب الشباب وبنأهلهم أيضا على تولي الوظائف القيادية. حيك هتلاقي معاونين للوزراء من الشباب، هتلاقي نواب للمحافظين من الشباب، فيعني هي مش بس بندربهم بنسيبهم، لا احنا بندربهم بنخليهم فعلا يعني يتولوا مناصب قيادية في مؤسسات الدولة، لأن هم النهاردة اللي بيساهموا في وضع الرؤية، وهم النهاردة اللي فعلا هيبقى عليهم عبء تنفيذ رؤية مصر 2030. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا معالي دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. إذا مشاهدينا متابعتنا لاحقة ومستمرة لهذه الدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطرافية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتى 17 من ديسمبر الجاري. شكرا لك يا زميلة رغدة منير من مقر المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، وشكر موصول أيضا لضيفتك الكريمة. هذا ودعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد باعتباره قضية محورية تتدخل مع أوجه التنمية كافة، وهو ما يتطلب ضرورة التعاون الجاد في هذا المجال، مشددا على أن مصر ملتزمة بأجندة الأمم المتحدة في هذا المجال. أود أن أؤكد لكم أنه بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعكس التوجهات العالمية والإقليمية والمتمثلة في الأهداف 17 للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063 التي صادقت عليها القمة الأفريقية في عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة. كما أؤكد لكم أن مصر تلتزم بالتعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال. من جهتها قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، قالت إن الفساد يهدد أمن الدول ويعرقل عملية التنمية المستدامة، وهو ما يضع مسؤولية على الدول الأطراف لمكافحة الفساد. إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو محفل دولي له أهمية فريدة، فهذه الاتفاقية هي السق القانوني الدولي الشامل الوحيد في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم. وقد وصل عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية إلى 189 دولة، أي أن أغلب دول العالم قد صدقوا على التزامهم بهذه الاتفاقية، وهو ما يضع مسؤولية خاصة على مؤتمر الدول الأطراف، لا سيما في هذه اللحظة الفارقة التي يواجه فيها العالم تحديات هائلة وكذلك فرصا كبيرة في مجال مكافحة الفساد.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم عددا من تقارير اللجان المشتركة، بينها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني. وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس النواب مراسل الأخبار أخبار مصر زميل محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية أطلعنا على أهم ما تناقشه جلسة اليوم. نعم محمد، بعد التحية، منذ ما يزيد قليلا عن الساعة بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، والبداية كانت بإحالة عدد من مشروعات القوانين أحالها رئيس المجلس إلى اللجان المختصة لمناقشتها، 8 مشروعات بقوانين، منها مشروعان بقانونين مقدمان من الحكومة، و6 مشروعات بقوانين مقدمة من النواب، من بينها تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات، وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام صندوق دعم الأشخاص ذوي الأعاقة. بعد ذلك شرع المجلس في استعراض ما جاء بتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الاعتماد والجودة في التعليم والتدريب المهني والتقني والفني. مشروع هذا القانون يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني وبما يتماشى مع المعايير الدولية للاعتماد، لتلبية احتياجات سوق العمل، ولتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ونص مشروع هذا القانون محمد في إحدى مواده على أن تنشأ هيئة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التدريب المهني والفني والتقني، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ولها الحق في إنشاء فروع أخرى في باقي المحافظات، وتختص هذه الهيئة دون غيرها بوضع الاشتراطات اللازمة للمؤسسات التعليمية والتدريبية، وكذلك وضع المعايير الخاصة بممارسة تلك الأنشطة ومتابعة جودة التعليم الفني والمهني من خلال المرور والمتابعة للمؤسسات التعليمية والتدريبية التي تتبع وزارة التعليم وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. محمد، في هذه الأثناء يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ، ومن ثم سوف يناقش مواد مشروع هذا القانون. وأود الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة في شهر مارس الماضي، ووافق عليه بشكل نهائي، ومن ثم أحاله إلى مجلس النواب لمناقشته. نعم، إذا كل التوفيق في تلبية الأهداف المرجوة زميل محمود إسماعيل، شكرا جزيلا لك. افتتح الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة معرض فود أفريكا بمركز المؤتمرات الدولي بالقاهرة الجديدة. وأكد وزير التموين أن المعرض يكشف مدى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن المعرض يضم أكثر من 400 عارض من 22 دولة، بالإضافة إلى 500 ممثل عن شركات أجنبية بخلاف العارضين. هي النسخة السادسة إذن من معرض فود أفريكا، فهنا اجتمع أكثر من 400 شركة محلية وعالمية بأكثر من 20 جناحة محلية، إضافة إلى الدول الأخرى كروسيا والإمارات، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى. النهاردة زي ما أنتم عارفين في أكثر من 400 عارض و22 دولة مشتركة، ودولة منهم الولايات المتحدة، منهم الاتحاد السوفيتي، منهم كينيا، منهم السعودية، منهم الإمارات، منهم كافة من أنحاء العالم، بالإضافة أن هناك مدعو أكثر من 500 ممثل أجنبي من خارج المعرض، حتى يمكن أن يكون في فعلا ما نسميه تبادل علاقات تجارية. ففي كل تلك المساحة اجتمعت كل الصناعات المتخصصة سواء كانت زراعية أو صناعية، بالإضافة إلى منتجات التمور والألبانة ومنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية. اللي موجود معاكم النهاردة ده مزيج ما بين تعاون مشترك، مش مجرد إن هو ما بين كيانات ولا مجالس تصديرية ولا وزارة التجارة والصناعة، لا طبعا، ومصاحبنا معانا
معالي وزير التموين ومعانا كمان جهات أخرى. فالمعرض وبحسب القائمين عليها يساهم في تنشيط التجارة الداخلية والتجارة الدولية بين مصر والدول المشاركة، فعلى هامشه تم توقيع عدد من البروتوكولات التي تساهم في تحقيق الهدف من إقامته. مصر أصبحت يا فندم مركز لوجستيكي لسلع استراتيجية عديدة، ودي الخطة اللي احنا شايفينها من تنشيط التجارة الداخلية وتنشيط التجارة الخارجية أيضا. وعليها فإن مشاركة الشركات الوطنية به جاءت لتؤكد التطور الكبير الذي حدث بها في السنوات السبع الأخيرة لتأمين كل احتياجات المواطنة سواء من السلع الغذائية أو المنتجات الصناعية. وبنوري الناس ان احنا رجال الاعمال اللي حاضرين بنقول لهم منتجنا وصل بهذه الجوده بهذا الشكل بنوع العبوه دي بالوزن ده اللي يلائم ان انت تقدر تاخده وتنافس بيه في الدول الافريقيه. على اي حاله فقد فتح المعرض ابوابه للكثير من الصفقات التجاريه مصريه كانت او عالميه. وباكتمال الصورة تكون الدولة قد نجحت في تسويق جميع منتجات شركاتها، لكن هذه المرة على الأرض محليا عبر تلك المعارض التي أصبحت طريقا لتنشيط التجارة الداخلية. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية. إذن وصلنا بحضراتكم لختام نشرة الظهيرة، لكن في تمام الثانية تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري، ويمكنكم متابعة البث الحي لبرامجنا عبر موقعنا masbiro.eg. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، وشكرا لكم. شكرا، إلى اللقاء.